سلام، عرفتوني كنبيع الزيتون. هذا الحانوت ديالي، ورثته من الوالد اللي ورثته من جدي اللي ورثته من مهم. قصة طويلة. انا كيعيطوا عليا موز الزيتون، هذه ماشي هي الحرفة ديالي من الاول، ولكن انا قريت ودراست وتعلمت، سافرت وتجولت، شفت الدول وتعرفت مع ناس مختلفين، وكنت باغي نكون شي حاجة كبيرة كما كيقولوا. ايوا تيقوني، وليت هذيك الحاجة الكبيرة، وهي اني تعرفت على سيدنا المسيح وغير قلبي وتبعته ووليت مسيحي، مغربي ومسيحي. بلاتي بلاتي عب شوية، شت الأسئلة كترات، بغيتو تعرفوا كيفاش وعلاش وفين. ما تحكموش عليا بالزربة، غادي نشرح لكم كل شيء على كل حاجة بوقتها. مهم، أنا دابا كنبيع في هاد السوق الزيتون، وكنجاوب على أسئلة، وكنهضر على الدين، وكنعاود على حكايات، وكل حكاية فيها معنى وحكمة. أجيو وسمعوا هاد الحكاية وحكايتي ديال اليوم هي على الزيتون. خليني بعدا نقول لكم اش كيقول الكتاب المقدس ديالنا حنا المسيحيين على الزيتون. كيقول بان الزيتون كيجمعو بضرب الشجرة، وقيمته في زيتو، والحمامة اول شي جابتو لنوح بعد الطوفان هي ورقة شجرة الزيتون، وعلى داكشي اللي ولا غسل الزيتون شعار وعلامة السلام، وكان حتى علامة كتشير النجاح والبركة الإلهية. خصكم بعدا تعرفوا باللي الزيتون فاكهة ماشي خضرة، وله فايدة صحية كبيرة، منها كيخفض من أمراض القلب اللي متعلقة بالكوليسترول، وكيهبط من ضغط الدم التانسيو، وكيهبط حتى من الوزن، كيحمي من السرطان، ومزيان للجلد والشعر العظام والعينين، وزيد وزيد. هكذا أنا كمسيحي والفضل يرجع لسيدنا المسيح اللي كيعاونني. الفايدة اللي كيتعلموها مني الناس مني كيجيو يسولوني وكنجاوبهم كنفعهم روحيا بحال الزيتون اللي كينفعهم جسديا. ومكتوب في الإنجيل ديالنا حنا المسيحيين أنك تعرف الشجرة من غلتها، والشجرة المزيانة غلتها مزيانة. هاد الزيتون اللي كتشوفوه زوين ومزيان، يعني الشجرة ديالو مزيانة. وهكذا أنا كمسيحي هدرتي واللي كنديرو واللي كنخمم فيه مزيان، حيت أنا مع المسيح قلبي مزيان. شحال من واحد كيبغي يغير غلته يعني في عايله باش تولي مزيانة، ولكن الشجرة هي اللي خصها تكون مزيانة باش الغلة حتى هي تكون مزيانة. يعني القلب خصو يكون مزيان، خصو يتبدل. أنا مسيحي والمسيح غير قلبي بحال الشجرة، ورجاني مزيان باش الغلة ديالي يعني في عائلي تولي مزيانة. ودابا فهمتوا علاش كنبيع الزيتون، وجالس هنا كنتسنى اللي جاي عندي، عند مول الزيتون، مول الري والحكام، مول الشوار والكلام. بلاتي بلاتي اسمحوا لي، ها واحد السيد جاي باش يشري الزيتون، وخليتكم على خير.